كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار. يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم زاد الأسرة، تربية الأبناء على التغذية الصحية. ما أحوجنا إلى أن نعرف هذه الثقافة المهمة لنا ولأسرتنا وكذلك للمجتمع بأكمله، وكما قيل العقل السليم في الجسم السليم. الثقافة الصحية في تناول الوجبات وغيرها لنا ولأطفالنا مهمة جدا لمعرفتها، وأيضا كذلك كمية حاجة الجسم لمثل هذه التغذية الصحية. مشاهدي الكرام، ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبد الهادي بيما، وهو استشاري في كلية الطب وأيضا كذلك في الكيمياء المرضية. باسمكم جميعا أرحب به، أجمل رحيب، حياكم الله دكتور عبد الهادي. الله يحييك، هلا وسهلا، حياك الله. احنا سعداء ان تكون معنا في هذا البرنامج. تسلم، الله يحفظك، انا شاكر الاستضافه الكريمه، بارك الله. دكتور، الثقافه الصحيه والوجبات والاهتمام في هذا الجانب، احيانا تجد شغف عند بعض الناس اهميه هذه الوجبه وسعرتها الحراريه وانعكاسها على الجسم وضررها، وبعض الناس يعني لا يبالي، وعلى قوله يعني تارك الأمر كما هو، يعني يأكل من حيث ما يشاء من غير يعني مراعاة لجوانب كثيرة التي تنعكس يعني على جسمه وعلى حياته اليومية. في البداية دكتور، نريد تحدثنا عن أهمية التغذية السليمة والعناية بها من قبل الأسرة وخاصة لدى الأطفال يعني. طيب، أول شيء بداية يعني أعطيكم العافية على اختيار الموضوع، وإن كان يعني تم تغييره كذا لأهميته حقيقة، يعني سعيد بتغطيته، لأنه معدلات السمنة يعني مؤخرا وخصوصا في الأطفال صارت معدلات مرعبة، ونسبة الإصابة بالأمراض المزمنة مع تقدم العمر بينعكس في الفترة الأخيرة بشكل برضو كمان مخيف، وهذا جذوره أساسا وجذور المشكلة قد تكون تمتد للتغذية في عند الأطفال. فكثير من الأحيان هي مهمة جدا، صحيح كثير من الأحيان من المهتمين بالتغذية حيتكلم مثلا في مسألة أنه والله الطفل عبارة عن يعني كائن صغير يحتاج لأن ينمو، فبالتالي لابد أن يأخذ مثلا كفايته من المغذيات، وهذا أمر ما في شك فيه، سواء كان المغذيات الصغرى أو الكبرى إن إحنا نسميها، اللي هي بروتينات والنشويات والدهون، أو حتى المعادن والفيتامينات عشان ينمو هذا الجسم، هذا ما في شك وهذا أمر ضروري، وإلا حيصير في عندنا يعني تأخر مثلا في النمو. لكن الاهتمام وزيادة الثقافة في هذا الموضوع له أثر أبعد من ذلك بكثير، فمنها مثلا زي ما ذكرت أنه هو حيحدد ظهور الأمراض المزمنة مع تقدم السن، لما ما تبنيه في الصغر سيؤثر عليك في الكبر، هذا واحد. اثنين، هو أيضا يعني سيجعل هذا الطفل مستمر على عادات معينة، فأنت تغرس فيه عادات مثلا معينة، إما أن تكون هذه العادات صحية أو لا قدر الله أن تكون عادات تسبب له العلل والأمراض فيما بعد. فما في شك أنه الاهتمام في هذا الموضوع كتغذية للأطفال بالغ الأهمية حقيقة. دكتور، يعني الاهتمام في هذا الجانب، بعضهم يصل مرحلة الهوس والوسوسة، وبعضهم لا، يعني يترك الأمر على قوله تاركه هكذا. هل التوازن في هذا الأمر، أهمية معرفة هذه الأمور وتربية الأبناء عليها مطلوب؟ يعني لا نبالغ ذيك المبالغة ولا نقول نرخي ذيك أي، ما في شك، لا إفراط ولا تفريط. هذا الأمر يعني في كل أمر التوازن والتوسط في مسألة الاهتمام جدا مهمة، لأنه زي ما أنت تفضلت مسألة يعني التهاون، يعني مثلا خلينا أقول لك من المشاكل الصحية اللي صارت بعض الأحيان يعني ترد علي بعض الاستشارات وكذا، أنه أطفال كثير حتى في المحيط تسمع في يعني مؤخرا عن فرط الحركة وقلة التركيز، شيء اسمه ADHD، مثلا مسألة التوحد. مثلا الآن كثير من الأبحاث تعكس على أنه غذاء الطفل قد يكون سبب في زيادة هذه الأعراض، أو على الأقل مثلا مساعد في ظهورها.
فإهمال هذا الموضوع إنه والله يعني خلاص الطفل يعني نعطيه شيء موجود في السوق بغض النظر عن محتوى قد يضاعف ويفاقم هذه المشاكل سواء كان على توحد أو مشاكل مثلا فرط حركة أو مسألة الهوس مثلا برضو بعض الأحيان تخلي الإنسان وهذا اللي ممكن يعني نتحدث عنه كيف أنت تتصل بالطفل من غير ما يكون في مجهود عالي سواء كان على المستوى النفسي أو البدني إنه لو الواحد بالغ في هذا الموضوع سيترك الموضوع برمته لأنه حيصير مرهق يعني فما في شك أن التوسط مهم. طيب الأطفال خصوصا المراحل الأولى من أعمارهم دكتور لا بد أن يكون هناك فيه سمات وميزات طعام صحي حول هذا الجانب، لو حدثتنا دكتور عن أهمية السمات والميزات الطعام الصحي خصوصا للأطفال في مراحل السن الأولى. طيب تمام، هو بالنسبة للإنسان بشكل عام والأطفال كذلك لابد أن يعني تغطى احتياجات الطفل زي ما ذكرت من المغذيات الكبرى وهذه هي البروتينات والدهون والنشويات، ولكن الأهم في هذا الموضوع أنه إحنا نكون متأكدين أنه هو يتناول القدر الكافي من البروتينات، وللأسف ربما يكون إحنا مقلين في بعض الأحيان من هذا في هذا الجانب، وكذلك المغذيات الصغرى اللي هي المعادن والفيتامينات كذلك لازم تكون موجودة في غذائه. لكن الإشكال اللي حاصل الآن من وجهة نظري إنه زي ما أنت تفضلت لما يكون في إفراط في مسألة العناية من غير ما يكون في وعي، فنقوم نعتقد إنه الأغذية المعدة من شركات يعني تدعي على إنها مثلا مختصة بأغذية الأطفال أو كذا إن هذه خلاص مدعمة مثلا بفيتامينات أو شيء زي كذا. فالسمة الأساسية حقيقة في الغذاء الجيد للأطفال إنه يكون معد بشكل طبيعي، يعني لو في البيت فرضا الست لو فرضا هرست مجموعة من الخضروات بدل ما تشتري الشيء المقنن هذا في القنينات الموجود في الصيدليات جنبت طفلها كثير من المواد المضافة كمواد حافظة أو حتى سكاكر، كثير من هذه تحوي كمية عالية من السكاكر وهذا سبب رئيسي الآن في زيادة معدلات السمنة في الأطفال. الآن مثلا تصل نسبة السمنة في الأطفال ما بين حسب المجتمعات ما بين 20 إلى 25% من الأطفال هم يصلوا للسمنة، مو الأوفر ويت اللي هم في شيء زيادة في الوزن وفي سمنة، السمنة أسوأ من الزيادة في الوزن. زمان يمكن على جيلي وجيلك ما أعرف أنت كم عمرك، لكن أعتقد أنه يعني في فصلي وفصلك كان يمكن يعني مثلا لما نشير لأحد نقول الولد السمين فتلاقي مثلا يمكن في الدفعة كلها أو مثلا في المرحلة واحد اثنين مضبوط. الآن في كل 4 أو 5 تجد فيه طفل يصل به الحد إلى السمنة، والسبب هذا أنه إحنا نعتمد كثير على منتجات نعتقد أن هي صحية ولكنها مثلا فيها قصور كثير في البروتين. فمثلا مجرد مثال قلت لك البروتين هذا أهم مكون يمكن يكون معظم القنينات هذه تلاقيها عبارة عن مهروس فواكه، مهروس خضروات ويضاف له نشا، يضاف له كمان كذلك سكاكر، فنسبة النشويات في هذه الأغذية عالية جدا ونسبة البروتينات قليل. أنت قد شفت من هذه مثلا في المهروس مثلا كاتبين والله فيها مثلا لحمة ولا فيها شيء زي كذا يندر جدا، بينما المكون الرئيسي أنه هي لازم تكون فيها بروتينات عالية. والأمر الآخر كسمة كذا عامة، كل ما كان الأمر محضر في البيت تحت رعايتك هو أفضل مما يمكن أن يكون من الخارج، لأنك أنت ستحكم كمية خصوصا السكاكر لأنه نسبة السكاكر المضافة مهولة حقيقة يعني. غير كذلك الجودة يا دكتور، يعني ما في شك يعني شيء تعد أنت بنفسك أو أسرتك في البيت يختلف عن يعني من ناحية حتى الزيوت المهدرجة ولا هذه الأشياء. بارك الله فيك بالضبط، يعني مثلا زي ما أنت تفضلت الآن للأسف أنه مثلا الأطفال لما يروحوا المدارس إحنا نرسلهم بإيش أو معظم العوائل خلينا نقول عصير معلب وقطع من البسكوت أو شوكولاتة أو كذا. أسوأ أنواع الكربوهيدرات أو النشويات موجودة فيها عبارة عن سكاكر ودقيق مكرر، وأسوأ أنواع الدهون اللي هي الزيوت المهدرجة. بينما لو فرضا شيء مثلا معد في البيت كمثلا قطع مثلا من خضروات، إضافة مثلا في نفس البوكس هذا حقه تحط له مثلا شوية مكسرات غنية لكن ما مهمة دكتور. اي جدا. طيب ما تساعد في السمنة؟ طبعا هو الآن كثير من
الأطروحات اللي موجودة يعني كنا قبل الهوى بنتكلم في بعض الأمور، إنه التركيز على مسألة السعرات، إن والله أنت عشان لا تسمن اقطع سعراتك، ومن ضمن الأشياء اللي أنت مثلا ممكن تقطعها مثلا المكسرات لأنه السعرات فيها عالية. لكن الحقيقة إنه قطع السعرات من مصادر تكون غنية، إحنا نسميها nutrition dense food، يعني أطعمة كثيفة في المغذيات. المكسرات من الأطعمة الكثيفة في المغذيات، صحيح فيها سعرات ممكن تكون أعلى لكن فيها معادن وفيها شو اسمه زيوت طبيعية، ايوه زيوت طبيعية مذاب فيها كثير من الفيتامينات كمان. فنركز في هذا الموضوع، بعدين نسمح للناس يقول لك والله عشان هو مشتهي يعني بلاش الحرمان، ممكن ياكل شوكولاتة ياكل كيك. طب هذا نسميه empty calories، يعني عبارة عن سعرات خاوية من المغذيات. فأيهما أفضل؟ ما في مقارنة ما بين المكسرات وما بين قطع الجاتوه اللي نقول له والله عشان عدم الحرمان أوكي ممكن تأكل جاتوه. لا، كل مكسرات. الخوف من المكسرات هو بس فقط جانب السمنة، هل في لها ضرر صحية ثانية غير السمنة؟ هو طبعا الغالب العام ما عنده حساسيات، لكن هذه من الجوانب اللي لابد أن تراعى. في بعض الأطفال ممكن يكون عندهم تحسس من هذا الموضوع، بعد هذا يظهر من البداية. لكن بشكل عام المكسرات مصدر جدا جيد لأشياء مرة كثيرة. طبعا الواحد يتوخى أنه لما المكسرات هذه مثلا تتجاوز فترة معينة في عملية التخزين، بحيث أنه قولهم تخرب مثلا أو تزنخ، إحنا نقول هالمكة لأنه الزيوت هذه إذا طولت يكون لها أثر سلبي. لكن خلاف ذلك لا، بالعكس، يعني الجانب فيها جانب آمن ومهمة. بوكسات هذه الأطفال اللي هم بين المدارس أن توضع لهم كمية منها، يعني نعم، إذا كان زي ما قلنا يعني أنت الآن يعني الأفضل أنك أنت مثلا اللانش بوكس هذا، أنا عندي طفلة شو اسمه عمرها سنتين فتروح الكندر جاردن، فاليوم أمس بتكلمني الزوجة أنه صوروا لها إياها، فقاعدة تطالع في الصحون حق الأطفال الثانيين لأنه مليانة كيك وقتو، أنا ما أكل البنت هذه كثير من هذه الأشياء. فصحنا يعني في رز في نشويات، وأنا يعني أنا ما أعرف، أنا رئيس مجتمع قليل الكربوهيدرات، هي مجموعة نوعي الناس في موضوع الكربوهيدرات اسمها الـLCS. فعادي إن هي ممكن تأكل مثلاً رز لأن الرز مفيد بس معاه بروتينات أفضل من هي تأكل أشياء ثانية. فبنرسل معها ساعات مثلاً خضار مقطعة، نرسل معها فاكهة كمثلاً مانجو، أو مثلاً نرسل معها مثلاً مكسرات. فطبعاً هذا أفضل من الخيارات الأخرى اللي هي عبارة عن بسكوت أو شوكولاتة وعصير، لا هو كل ما فيه هو عبارة عن ماء ملون وسكر للأسف في بعض المنتجات. صادق، هي صبغات يا دكتور توضع على بالذات هذه المعلبة. نعم. طب هو أحيانا ما تجد في بديل، تعرف العصير مستحيل على قوله تجد طفل لا يشربه، يعني يعني على قوله لا بد منه، شره لا بد منه إن كان في شيء من الضرر. هل طيب إيش البديل ممكن نضع لهم؟ شوف يعني لما نقول شر لا بد منه، ساعات نحن نسلم بأشياء لا يجب التسليم بها، لكن جرت العادة وشفناها كذا يعني سلمنا على أنه هي يعني مفروضة. بالنسبة للمشروبات أنا أفضل، وصدقني هي على حسب ما تعود شو اسمه يعني أبنائك، ما أريد أن يعني أضرب المثل كثير. مثلا الآن يعني بنتي الآن في أولى جامعة، إلى يومك هذا من هي صغيرة ما تشرب بيبسي، ما تشرب أي فازي درينك اللي هي الغازيات تماما، لأنه هي لما كانت صغيرة كانت توجه قدام الأطفال الباقيين كله، ونطلع نخرج مع عوائل تقول لا هذا مو حق الأطفال أنا ما أشرب هذا. كبرت وهي ما تحب الغازيات تماما، ما هي الوحدة، عندي ثلاثة أبناء كلهم بهذا الشيء غير الصغيرة هذه، لأن الصغيرة لسه ما تعرف، الثلاثة كلهم لا يشربوا غازات. فالمحيط والجماعة والمكان الذي يربى فيه الطفل هو ينشأ ابنك على ما تعوده. فأفضل الشراب بالنسبة للأطفال حقيقة هو الماء، بعدين إذا صار نبي نشرب عصير، وإن كنت أنا ما أدعو إلى ذلك، حتى العصير الفاكهة الطازج، فعلى الأقل أجيب له عصير أقرأ الليبل حقه إنه والله عبارة عن عصير طبيعي، لأنه معليش يعني ماني بنذكر بعض الأسماء. لا بدون أسماء، يعني إيش ممكن طبيعي كيف يكون فيه مثلا؟ يعني مثلا في عندنا بعض البراندات نعرف إن هي عبارة عن عصير
طبيعي، عصير برتقال طبيعي، عصير مانجا طبيعي. وإن كنت أنا أقول لك ما أشجع هذا الشيء، وخصوصا إذا كان الطفل بدين، لأنه إذا كان الطفل بدين كل ما أنا رفعت السكاكر اللي تدخل له كل ما استمرت المشكلة عنده. فبالتالي الماء هو الخيار الأفضل، أو حتى في بعض الأحيان بعض الشر أهون من بعضه. إذا كان مثلا أسوي له شيء، إذا هو يحب الطعم الحالي أسوي له حاجة، لكن أحليه بمحليات، بعض المحليات الصناعية مو كلها يعني آمنة خلينا نقول، فيكون أثرها عليه أقل. بعدين طبعا أنه ندخل مثلا في الغازيات والشغلات هذه، هذه أعظم الشر بالنسبة للأطفال. يعني هي تشوف تعود الدكتور، يعني نتفق هنا على أن هي ثقافة والدين، هو المنبع هي الأسرة. فتجد أحيانا طب إذا كان الوالد مبتلى في شرب البيبسي والغازيات، تعرف الطفل أحيانا إلا بيشاركك في شربها أو تناول عصائر هذه، يعني حتى لو حرمت أنت منها هو يراك أن تشربها، فما يتقبل الفكرة هذه. شوف هذا الكلام صحيح، ما في شك أنه يعني تربي الطفل وأنت تكون قدوة حسنة، هذا أمر ما في شك أنه أعظم أساليب التربية. لكن في المقابل برضو في بعض الأحيان الطفل يعني إذا كان يعني تفتح معه حوار جيد وتوعيه ممكن يتقبل في بعض الأحيان، بس بلاش تكثر الأشياء هذه يعني إنك تكون أنت مخالف لما يعني تدعوه إليه. وهي حقيقة يعني مسألة التوعية في هذا الموضوع، خلينا كلنا يعني نعيش حياة صحية لأنفسنا وبالتالي تنعكس على أبنائنا. والحقيقة أنا يعني من هذا المنبر يعني أبين للناس أنه حقيقة الأبناء هؤلاء أمانة في أعناقنا، والأثر عليهم في صغرهم هو أعظم من الأثر حق في بعض الأحيان للشيء اللي أنا بسويه في نفسي الآن. لأنه الآن إحنا بنشوف يعني كمثال معدلات الإصابة بالضغط والسكري الآن بترتفع، وكمان بتصير أقرب كثير. يعني زمان ما كنا نشوف ناس عندهم سكري من النوع الثاني إلا يكون عمره 40 سنة. الآن أنا أشوف ناس في العيادة عندهم سكر من النوع الثاني وبدأ يأخذ إنسولين وإبر وعمره 20-25 سنة. السبب بالأصغر يا دكتور. أيوة أصغر، نعم. ما أنا أقول لك هذا السبب أنه غذاء الأطفال فرطنا فيه، فبالتالي هذا الأمر ما يظهر في يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، يظهر في عشرات السنين. لكن لأنه السوء جدا في التغذية صار يعني مهول، صرنا نشوفه في 10 و15 سنة بدل ما نشوفه 40 سنة. فالرسالة بدي أوصلها يعني ممكن في بعض الأحيان تشرح له أنك أنت الآن أكثر عرضة أنك أنت تكون عندك أمراض مزمنة بعدين. فبالتالي يعني ستقول لي هو صغير صحيح، لكن صدقني الحوار يجيب نتيجة. وكمان كذلك الإنسان نفسه خلاص يعني اتخذها فرصة. يا أخي في ناس مثلا، مجرد مثال، في ناس مثلا أعرفهم كان مثلا مبتلى بالتدخين، بطل التدخين لما جاءوا العيال، خذها فرصة، جاك عيال بطل تأكل سكريات كثير عشان الطفل هذا على الأقل النشأ أي. فبالتالي خذها فرصة عندما يرزقك الله هذا الطفل إنك تبطل وتحسن من عاداتك الغذائية، وخصوصا المبالغة في اتخاذ السكاكر والمشروبات هذه، لأنه أثرها جدا جدا سيء. يعني الآن أنا بقول لك المعدلات صارت مهولة وفي أعمار جدا متقدمة، يعني بدري، يعني يكون واحد عمره 20 سنة وعنده سكر من النوع الثاني ويأخذ إبر، مصيبة. طيب أيضا دكتور من الثقافة، أحيانا الطفل عمره 7-5 سنوات يكون جالس على بلاي ستيشن ولا أجهزة هذه، وهذه تعرف ثقافة خاطئة جدا، يعني فيها غير ضرر على أحيانا توصل لمرحلة الطفل أنه يصاب بالتوحد. صحيح. وهذه حالات يعني وردت وذكرت. صحيح. تجد أن الأم حريصة على ولدها أنه يأكل، تضع الأكل عنده، وطبعا هو كل تركيزه على الشاشة، وتلقاه جالس على كرسي، حتى أحيانا الجلوس غير صحي. صحيح. فيبدأ يتناول هذه الأشياء ولا يشعر، ولا جسمه يستفيد مما يأكله، بل بالعكس يكون له ضرر عليه. ما في شك. شوف مرة ثانية يعني أشكرك الاستضافة على هذا الموضوع، يعني لابد أن نحس مسؤوليتنا تجاه الأطفال. جميل. معدلات التوحد زي ما أنت ذكرت الآن ارتفعت، لأنه نمط الحياة للأطفال صار يعني يغذي هذه البذرة، لو كان عندنا بذرة جينية خلينا نقول، لكن الحقيقة أنه الأثر الجيني في هذه الأمور محدود جدا. الأثر البيئي اللي هو زي ما أنت تفضل، سواء كان على مستوى المغذيات أو المحفزات العصبية السريعة، هو كيف يصير في عندنا نوع من الإدمان، يعني الإدمان على السكاكر، الإدمان على الجيمز. إحنا في مصطلح اللي هو السوبر
اكسيتيشن او سوبر ستيميليشن، يعني يصير في عندنا تحفيز للمنبهات عالي جدا. هذا الشيء لما تصل انت الى مستوى عالي من التنبيه، المخ ما عاد يبغى، ما يتقبل، ما 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 يتقبل او ما يستمتع بمؤثرات ومثيرات اخفض. يعني كنا زمان مثلا ننبسط نلعب ببرجون على قولهم، ولا نلعب بكارد، ولا نلعب بكيرم، في شويه اثاره. لكن الان لما تتفرج على شيء كثير من العراك بالمسدسات ومنبهات جدا سريعة، مشتتات، نعم، فهذا الشيء يثير في الدماغ كثير من السيالات العصبية وأنواع من النيورو ترانسميتر يسموها، اللي هي المواد اللي تفرز لزيادة المنبهات. جنب هذا انت قل لي واحد يلعب جيمز يقدر يأكل خضروات وبروتين، ايش حياكل؟ حياكل كيك وبسكوت ويشرب مشروبات سكرية. فصار فيها الآن دبل إفكت، في عندي عاملين اثنين كلهم يضربوا في اتجاه التوحد. والتوحد يعني عان الله من كان عنده طفل بهذا الشيء، يعني عبارة عن يعني مأساة تمتد ل 24 ساعة طول الوقت، وهو لازم يكون تحت الملاحظة. لكن أكبر شيء ممكن يساعد فيه ابنه أنه ما يسلم عنه، والله احنا ابتلينا بهذا الشيء. يا أخي حط وقت مع ابنك أكثر عشان انت تقدر تخرج تمشي معه. احنا مشكلتنا الان انشغلنا عن ابنائنا، فنحن نعطيهم اي حاجه يلهيهم عننا وخلاص ونفتك لما نتخلص. اي لما نتخلص. لكن لو فرضا انه الانسان حط وقت بحيث انه يخرج مع ابنه، واثناء هذه الخرجه ممكن ياخذ مثلا وجبه مفيده، لكن لما تجلس على جيم هو مشتت ما يستطيع انه هو ياكل شيء فيه كثير من المضغ. يعني مساله يمكن على اساس الاطفال، انتشار تسوس الاسنان الان جزء كبير من هذا الموضوع، انه احنا ما بناكل اكل طبيعي فيه كثير من المضغ. اطباء الاسنان يعرفوا هذا الكلام، وانا ادرس اطباء الاسنان في المراحل الاولى، على انه كثره افراز اللعاب جلك الله بيعمل عمليه غسيل للفم من اي بقايا طعام. فلما تيجي انت مثلا تتكلم عن انك تاكل خضروات طبيعيه، كل خيار كل جزر، احسب كم مضغة أنت تحتاجها عشان بعد كده تبلع. على الأقل 5-6-7 مضغة، إذا مو أكثر. هذا يحفز الغدد اللعابية إن هي تفرز، وبعدين تنزل، ومقدار السكاكر اللي موجود في الجزر محدود. التفاح حتى لو كان عالي بس برضو محدود. جنب العصير، جنب الكيكة، نسبة السكاكر جدا عالية، وهي صاحبة الأثر أكبر على الأسنان. وبعدين كيف تمضغ مضغتين، إذا وصلت مضغتين، إذا ما صارت بلع يعني بلع صحيح صحيح يعني مضغة وراحت. فبالتالي البقايا من هذه المضغات تفضل، لأنه ما في عملية تحريك للعاب ونزولها، فيؤثر على موضوع الأسنان، يوزع تشتت الدهن وقلة التركيز، نسبة الإصابة بالسمنة مستقبلا. أنت تعرف في دراسات بتقول انه اختلاف الغذاء في الطفل يؤثر على عدد الخلايا الدهنيه اللي يشكلها اثناء طفولته. فبالتالي لما الطفل يسمن هو صغير يصعب عليه انه ينحف بعدين، لانه يكبر بعدد خلايا اكبر. يعني انا يعني لو عندي طفل مثلا نحيف، خلينا نقول بس جدلا انه مثلا يكون عنده 100,000 خليه دهنيه، مجرد مثال، لو سبته يأكل هذه الأشياء اللي تسبب له السمنة هيكبر وعنده 200,000 خلية. أوه تزيد. تزيد كعدد لما يوصل للأدلهود أو لمرحلة النضج. فبالتالي المخازن حقته إذا أفرط بعدين يقدر يعبي 200,000 حجرة خلينا نسميها. والثاني هذاك الليمت حقته إنه يقدر يعبي 100,000 حجرة مثلا. المسألة تتجاوز مسألة إني والله أشوفه هو مجرد سمين، وبعض البعض يشوفه الطفل إن هو سمين صحة، لا إنه هو لو كان تختخ كذا، لا، وخصوصا في زمننا هذا الواحد يعني ينتبه لهذا. نعم. الجانب. نعم. طيب دكتور، الأكل الجماعي يعني بعض الأسر تقصر فيه، هل الأكل الجماعي له أثر على تغذية الطفل والأسرة يعني عموما؟ نعم، هذا ما في شك، من أكثر من جانب. طبعا وخصوصا إذا كان يعني الوالدين واعين في اختيار الطعام اللي ممكن يعني يؤكل. فعادة الأسرة تجتمع على
مثلا يعني سفرة الغداء أو سفرة العشاء. فعادة الأكل الجماعي يكون فيه لسبب أنه الأشخاص اللي موجودين أكثر وعيا أو كبار في السن. يعني مثلا أنا وإنت يمكن وعينا الغذائي أقل من والدينا، وإحنا وعينا أكثر من أولادنا، فبالتالي اختيارات الموجودة هتكون اختيارات أفضل. أفضل. يعني قولاً واحداً مقارنة من الناس الآن اللي يعني معتمدين على الفاست فود والأشياء الوجبات السريعة هذه. هذا واحد. اثنين، جزء من الشراهة في الأكل بالمناسبة سببها إنه أنت ما تأكل فقط عشان الجوع. أنت بتر الإنسان عبارة عن رغبات ملحة أودعها الله عز وجل في الإنسان لكي يبقى على قيد الحياة. فمثلا يرغب في التكاثر لأنه يبقى عشان يبقى النسل كامل. الرغبة في الأكل مو فقط جوع، في رغبة حقيقية موجود فيك أنك أنت تأكل. فإشباع الرغبة في موضوع الأكل يتجاوز مسألة أنك أنت تأكل كمية من عدمها. فمثلا إحنا ندعو الناس أنه هو لو أنت عندك مثلا شيء تحبه وفي نفس الوقت مو أحسن شيء في الحياة، يعني خلينا نقول حاجة حلوة، لا تأكلها بسرعة، رغم أنه هي يعني دحين نفرض نتعامل في معها على أنها حاجة كذا رغبة للداء للنفس لكنها ما هي كثير مفيدة، فلازم تأكلها ببطء أو تأكلها وانت مبسوط مع الناس، لا هذا يزود معدل السعادة بيها، فبالتالي ما تفرط في أكلها. فهمت؟ طب وعكس جانب الصحي جيد لها غير يعني في ناس دكتور تأخذ سندويتش مثلا تقعد فيه ربع ساعة تأكل على مهلها وخفيف في ناس لا ما شاء الله في دقيقة واحدة لقدوها. أي أيهما يعني أفوت صحيا؟ لا المضغ أفضل، المضغ فترة أطول، بس طبعا كمان اللي يجلس في سندويش نص ساعة غلق اليوم. هذا غلق اليوم في قاعد يستمتع فيه الدكتور. لكن ما يمنع يعني إذا كان هو الله عنده الوقت الكافي وما يأثر عليه. أهم شيء أنه ما يأثر عليه في أموره الوظيفية، ما يتحول الموضوع إلى وسواس مثلا أنه لا والله هو كذا مفيد أو شيء، إذا ما يأثر عليه هو أكثر يعني أكثر فائدة من عملية مثلا عدم المضغ. هذا يعني حتى كمان زي ما قلت لك مسألة الإشباع اللي بتصير مو إشباع خلينا نسوي عضوي، إشباع نفسي. فأنت لما مثلا تستمتع بالشيء اللي أنت بتاكله حضور ذهنك فيه أساسا يخليك أقل رغبة في أنك أنت ترجع تاني، وخصوصا الناس اللي الأكل عندهم متعة. في ناس كلنا ممكن نستمتع بالأكل لكن تفاوتنا في إلحاح متعة معينة علينا يتفاوت بين الناس. فالناس مثلا متعتها في الجامعة، في ناس متعتها في الأكل، في ناس متعتها في الخرجة أو اللي يكون. فليكون متعته في الأكل الإشباع، هذه المتعة بأنك تأكل شوي شوية وتحاول تكون حاضر معها يقلل، لأنه هو يحب الأكل يقلل من هو يأكل بطريقة لا شعورية فيزيد فتزيد النسبة هذه. ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، يعني قال ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنسبك. وابن القيم له كلام جميل في هذا، قال يعني الأكل الصحي وهذا النبوي، قال أن تأكل الأكل وأنت تشتهيه وتقوم منه وأنت تشتهيه، ما تصل مرحلة أن لابد التخمة والشبع. صحيح. احنا مستمتعين بالحديث معك دكتور، الله لكن نستأذنك في فاصل قصير ثم نعود لإكمال باقي محاور حلقتنا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار. محبة في الأهل وبركة في الرزق ومنسأة في الأجل، من عظيم ما جاء به الإسلام ومن أعجل الطاعات ثوابا في الدنيا قبل الآخرة، إنها صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم تكون بزيارة الأقارب والإحسان إليهم، وإيصال ما أمكن من الخير لهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم، وعيادة مريضهم، والتصدق على فقيرهم، ومشاركتهم في أفراحهم، ومواساتهم في أحزانهم. وتكون كذلك بكل ما تعارف عليه الناس
مما يقوي من أواصر العلاقات بين الأقارب والأرحام كالصلة عبر وسائل التواصل الحديثة وغيرها. وأما عمن يجب وصلهم من ذوي الأرحام فهم أولو القربى من الأصول والفروع كالآباء والأمهات وإن علوا، والأبناء والبنات وإن نزلوا، والإخوة والأخوات والأعمام والعمات، والأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم. فهؤلاء جميعا لهم حق البر والصلة بالمعروف، كل بحسبه. واعلم أن الصلة ليست مكافأة، بحيث لا تصل إلا من يبادلك الصلة، بل هي عبادة مستقلة، فتصل من قطعك وتعطي من منعك من أقاربك. ففي الحديث ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فإذا قاطعه قريبه بادره هو بالصلة. وكما أن للصلة ثوابها العظيم، فلقطيعة الرحم عقاب أليم. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل ما زلنا في محاور وعنوان حلقتنا: التغذية الصحية وأهميتها لدى الأطفال. ضيفي وضيفكم الدكتور عبد الهادي بيما. أهلا بك دكتور. حياك الله. الله يسلمك. حديث كان رائع، أخذنا عن أهمية التغذية وأيضا الأكل الجماعي مع الأسرة، وأيضا كذلك سمات وميزات الطعام لدى الأطفال الصحي. دكتور، هل هناك في وجبات مثلا صحية محددة للأطفال قبل يعني سن الدراسة؟ طبعا بالنسبة إذا بدأنا مثلا للرضع، ما في أفضل طبعا من الرضاعة الطبيعية. سبحان الله، مكوناتها وخلقة فيها كثير من الفوائد اللي مو فقط تحفز بناء الجسد بالنسبة للطفل، بل حتى تحفز الجهاز المناعي الموجود فيه. كذلك مهم جدا أنه الواحد يعي أنه مؤخرا، يمكن خلينا نتكلم في الأشياء اللي أحب أنوه الناس عليها في موضوع أنه يتجنبوها أكثر من كون أنه إحنا مثلا نغطي الأشياء، لأنه كلام كثير ربما نسمعه في موضوع أنه زي ما تفضلت لما سألت أنت إيش المكونات الأساسية، قلت لك لازم نركز في البروتينات ومن ثم المكونات الأخرى من دهون مثلا طبيعية ومن نشويات. لكن الإشكال كمان اللي مؤخرا صار لابد أن احنا نركز عليه، مؤخرا صار في معدلات الإصابة بالتحسس من شيء يسموه الجلوتين. البروتين؟ الجلوتين. الجلوتين. جلوتين. هذا عبارة عن بروتين موجود في القمح وبعض الحبوب. ومن الأشياء اللي عمت بها البلوى على قولهم دخول هذا الشيء كثير في أغذية الأطفال. فصار في عندنا شيء اسمه نانسيليا جلوتين سنسيتيفتي، بمعنى اللي هو ما يصل إلى مرض اسمه سيليك، لكن في تحسس منه بسبب كثرة التعرض للأطفال لهذا المكون. فكثير من الأمهات صار يستخدم، قلت لك، الأشياء هذه الجاهزة اللي يكون فيها معدلات كثير من الدقيق المخلوط فيه، يحطونا مثل بسكوتات هذه الجاهزة اللي موجودة. أيوة أساسا هذه فيها كميات عالية من السكر وفيها كثير من القمح. فالتعرض تعرض الطفل إلى كميات عالية من هذه الجلوتين خصوصا وهذه المنتجات، بعض الناس بعض الأطفال وكثير منهم ممكن يكون عندهم استعداد أنهم يشكلوا حساسية تجاه هذا الموضوع، ما يتصل أنه يصير فيه سيليك. السيليك هذا يعني إن شاء الله يحفظ الله جميع الأطفال، إذا كان هو مصاب بهذا الشيء يكون مرة واضح، يجيله حالات إسهال شديدة، وهذه يعني نسبة وجوده جدا قليلة، وبالتالي حيكتشف بدري، لأنه لو فرضا كمل على هذا الشيء ممكن يعني لا قدر الله حتى الطفل هذا ينتهي به الوفاة، لكنه يعلع لفترة طويلة بشكل واضح. الآن اللي صار مكتشف أنه صار في كثير من الأطفال أو كثير من الناس خلينا نقول عندهم
تحسس لكن ما يصل لهذه الدرجة. فبالتالي طبعا الوجبات المهمة سواء كان فطورة أو غداء أو عشاء يعني لازم تحتوي على البروتين اللي احنا قلنا عليه، لكن خلينا نكثر من الخضروات. مثلا خلينا نقول مثلا بطاطس مهروسة، نسوي مثلا كوسة، نسوي جزر ما قبل المدرسة، ونشرح يعني نسوي لهم هذه الأشياء، ونقلل من منتجات القمح، لأنه حقيقة معدلات الإصابة باللي أنا وصفته هذا المسمى اكتشف مؤخرا أنه كثير، وهو سبب حتى كمان لأمراض مناعية زي الربو مثلا. فأنا عندي حالات كان عندهم ربو ابتعدوا عن القمح، خفت كثير أعراض الكتمة اللي هي الربو مثلا. هذا يؤثر على الربو دكتور؟ أي المكونات القمحية؟ خلينا نقول إذا كان عند هذا المريض المصاب بالربو استعداد للتحسس من منتجات القمح يؤثر للربو، لأنه مو كل مريض ربو معناته لازم يكون السبب هذا. لكن أقول لك في حالات، في حالات يعني تحسن، في حالات تحسنت كثير. عندي حالات كثير مثلا تحسنت. شوف المثل القديم اللي هو رأس الداء، المعدة رأس الداء، ما أدري إيش شيء، الحمية رأس الدواء والمعدة رأس الداء أو شيء كذا. وهذا حقيقة واقع. يمكن الموضوع بيت الداء للمعدة. أيوة. حتى في مثل يقول يعني أيه؟ إذا أتعبك يعني بطنك إذا يقولك أحرمه، إذا أتعبك بطنك أي أحرمه من أي تمام أي. الحمية رأس الدواء أو المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء أو شيء زي كذا. نعم. فعدم الاتزان في الأطعمة اللي نتناولها والمبالغ، وإحنا صار الدقيق يدخل في أكلنا مرة بشكل كبير، سبب لنا كثير من المشاكل، لأنه الالتهاب اللي بيصير في الأمعاء اللي ما يصل لدرجة أنه يسبب لك إسهال واضح، لكن في التهاب بيخلي الأمعاء أكثر نفاذية لأشياء المفروض ما تنفذ إليها. هذه الأشياء اللي تنفذ هتسبب ردة فعل في الجسم قد تؤدي إلى مثلا صدفية. ناس كثير استفادت وخفت كثير مثلا عند انقطاع عن الدقيق، والصدفية وحساسيات في الجلد خفت حتى على مستوى الأطفال. الروبو اتحسن كثير في من الاطفال عندما انتهوا من من الدقيق. فاذا ياخذوا وجباتهم بالمعدلات اللي هم يحتاجوها، سواء كانوا الناس تركز، انا حبيت اخرج خرجه ثانيه الناس ما بتركز فيها، اللي هو مثلا بالنسبه للسعرات، في سعرات محدده لكل فئه عمريه. سبحان الله زي ما قلنا تلاقي نصيب الطفل لكل كيلوغرام فيه هو طبعا عشان طفل صغير فالكميه قليله، لكن حقيقه كميه السعرات المطلوبه له أكثر من كمية السعرات اللي مطلوبة لك أنت لكل كيلوغرام. فلازم يغطى هذا الموضوع لأنه الطفل يتحرك، لكن لابد أن تكون هذه السعرات تأتي من أطعمة مغذية، ما هي فقط عبارة عن سعرات خاوية كالدقيق مثلا، كالكيكات، كالبسكوتات، الشغلات هذه. فيأخذ يعني ثلاثة وجبات أو حتى سناكات، ونركز في هذا الموضوع، نقلل كثير من الأغذية المكررة الجاهزة، لأنه معظم الأكل الأغذية المكررة الجاهزة للأسباب الربحية ما يعني ينتقى أنه يكون الأكل اللي موجود أو المكونات مكونات ذات قيمة غذائية عالية، فنبتعد عن هذا الشيء. طبعا بالنسبة يمكن اللي حابب أقوله أنه عشان نخرج من التنظير، يعني كثير من الناس يجي يقول لك والله دكتور أنت بتقول كلام جيد، بس إحنا بنواجه صعوبات، يعني كيف حنربي وهو كل المغريات اللي موجودة؟ موجودة صحيح. لابد إنه إحنا نتعامل مع هذه القصة على إنه شغلة لازم نبنيها خطوة خطوة ونكون أذكياء فيها. فمثلاً لو أنا بقول إنه والله لازم نقطع مثلاً السكاكر بشكل كبير، نخففها كثير، لا تجي دحين بعد الحلقة مثلاً تدخل على أهل بيتك ويلا مرة واحدة وقفوا كل حاجة. لا، أبدأ بأسوأ الأشياء. ففرضاً إذا كان الأطفال متعودين يشربوا مثلاً مشروبات غازية إلا ما فيها أي قيمة غذائية وقيمة سكر عالية، أبدأ بهذا وركز إنه والله إحنا حنقطع هذا الموضوع. سيبهم على هذا الموضوع أسبوعين شهر، بعد شهر أسحب شيء آخر، لأنه زي ما قلت لك في بداية الحديث إنه مسألة تناول السكريات في دراسات مثبتة علميا أنه فيش مكون إدمان، فلما تسحب هذا الشيء مرة واحدة أنت تواجه نفور من أهل بيتك وأطفالك. فتبدأ هذا خطوة خطوة، وبعدين تنتقل إلى الخيارات الأفضل والأفضل. فمثلا الآن قلنا نبدأ مثلا مجرد مثال بالغازيات، وكل من أدرى في بيته يعني، بعدين والله خلاص خلينا نستبدل
موضوع خلينا نقول البسكوتات هذه والكيكات اللي ما لها داعي يعني وسنع على ما يقولوا. يعني مثلا الحمد لله يعني طفلتي وأطفالي أكثر، بس طبعا يتأثروا برا، بس دائما موجود في الضيافة عبارة عن شو اسمه بدال الصحون هذه الموجود فيها شوكولاتة موجود فيها مكسرات. طفلة تحب المكسرات، فأنت على ما تعودها. أيوة حسب التعود. أيوة فهذا أول واحد، أول شيء إن إحنا نبدأ بالخيارات الأسوأ فالأقل، هذا واحد. أبعد الخيارات السيئة عنه، يعني ما تتخلي أكياس الشبس والأشياء الملونة والمصبوغة يعني حط الأنظار في متناول الأيدي. خلي دائما موجود عندك، خلي الزوجة أو مثلا ست البيت أو السيدة الفاضلة تقطع مثلا خضروات، تقطع فواكه وخليها في الثلاجة، صارت عصرية. هو جالس اللي جالس يلعب جيم، بدل ما أنا أحط له كيك وشبس أحط له سحر فواكه. يا سلام. فلازم أنك أنت تأخذها خطوة خطوة، هذا شيء. إذا عندك طفل عنيد مثلا، إنه هو مثلا يحب إنه يظهر شخصيته، فأنت بتحط له مجموعة من الخضروات، كثر أنواع الخضروات وخليه يرفض واحدة ولا تخاصمه عليها، عشان يشبع رغبته بأنه والله هو عنده اختيار. أنا والله أنا الآن بكيفي أكلت لك ثلاثة أربعة وسبت لك واحد، طب كويس أكل ثلاثة أشياء كويسة وترك واحد، أحسن أنه ما كان يأكل أي نوع من أنواع الخضروات. فالترك الثالث أشبع رغبته في الرفض، يعني لا تصير إحنا يعني لازم شيء اللي إحنا نزلناه على قولهم لازم يعني لازم يصير، خليك أذكى منه. فمثلاً تديه خيار إن هو يرفض مثلاً شيء مثلاً معين. الشيء الثالث لازم نشرك الأطفال كمان في الويكند إن هو أساساً يصير عنده رغبة، يعني مع السيدة الفاضلة في البيت أو حتى الأب يا أخي، يعني مثلاً في الويكند خلينا نسوي الفطور مع بعض وندخل كلنا نتعلم ثقافة إنه إحنا نطبخ أكلنا، لأنه لو والجيل الآن للأسف ما يطبخ أكله، فبالتالي من فين حيجيب أكله؟ كله جاهز، كله جاهز وفاست فود. وساعد فيه كمان دكتورة التوصيل، هذه تطبيقات التوصيل. نعم هذه على قولها قربت البعيد. يعني أول كان يقول تكاسل أشغل السيارة أروح، لا الحين هو جالس يقدر يطلب. صح. وكل أغلبها ثلاثة أرباعها غير صحي بتاتا. تمام. فزيد على هذا زي ما قلت لك أنه أساسا ما عندك ثقافة أنك أنت تحببه أساسا في أنه هو ينظر إلى طعامه ويشوف ويتخير. يعني مثلا أطفال الآن لما تنشئه من هو عمره مثلا سنتين ثلاثة سنين، أنت تفك هذا الحوار، تدخل معاه على قلف الويكند، ندخل مع بعض تعرف البيض هذا البيض مرة مفيد، هذا الخيار مرة مفيد، ويتكلم طول الوقت إنه هذا مفيد هذا سيء، هذا مو هذا لذيذ هذا مو لذيذ هذا لذيذ. أنت ترفع قيمة اشتهاء اللذة على قيمة اختيار الفائدة. المفيد. نعم. حوارك معه يغير كثير من وعيه. إحنا قلنا بنزيد الوعي، وعي من صغره. يعني أعرف إنه بعض الناس الفضلاء مثلاً اللي يركز مع أبنائه، هذا أمر خير ما في شك، إنه مثلاً يحاوره مثلاً في الأشياء الشرعية، يحبب إليه مثلاً الله يحبب إلينا جميع الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. ترى من العصيان إنك أنت تأكل شيء يضر جسدك، فوعي قل له زي ما تنبهه على 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 المنكرات، نبهه على مساوي. نعم. غذائه تكلم معه في هذا، والبدن له حق على. ما في شك. طيب دكتور الشبسات هذه مضرة؟ نعم يعني كثير منها، يعني كل بعضها أهون من بعضها. كل ما كثر، لكن قلت لك نعم كذا أطلقتها لكن قلت رجعت قلت لك بعضها أهون من بعضها. كل ما كان الزيوت اللي فيها زيوت مهدرجة، ويكاد يكون ما في شيء ما في زيوت مهدرجة، لكن على الأقل إذا صار بطاطس وشبس أهون من يكون عبارة عن دقيق ومغلف بصبغة صناعية ونكهة صناعية. يعني الآن مثلا من مما يعني ابتلينا به، أنت تعرف أنه الآن والحمد لله رب العالمين صار في بعض الأنظمة اللي تجبر المصنعين أن يكونوا أكثر شفافية، فصرت تشوف شبيه الجبنة. أيوة صحيح. صح؟ شبيه القشطة شبيه الجبنة. بالضبط. هذا شبيه لسه ممكن يكون فيه شيء من الأمر الطبيعي. انت تعرف انه بعض الاشياء اللي يحطوها على الشيبس هذا تماما مو جبنه، بعض الاشياء السائله هذه اللي في بعض المطاعم هذا تماما مو جبنه، هو عباره عن ماده مصنعه اخرى تدخل فيها انواع من الدهون اللي ما هي جيده وصبغه. فنرجع للشيبس، اذا صار عباره عن
مثلا دقيق وكله صبغات وكله هذا، هذا أسوأ شيء تقدمه لابنك. لكن إذا صار مثلا شيبس على الأقل صار نشا طبيعي، وإن كان هو مو مرة أحسن شيء. الخيار الأفضل أنا أشتري دائما أشياء، حتى في الآن في لوز وفول سوداني بنص ريال. إيه صحيح. يعني أفوردبل، يعني أي أحد يقدر يشتري. أدي يا أخي أدي 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 نتس، إذا ما عنده حساسية أدي له مكسرات. مفيدة صحيح. مفيدة. طيب السعرات الحرارية اللي يحتاجها، كم اللي يحتاجها الطفل والكبير، وما هي يعني دكتور يعني كيف يمكن الحفاظ على المستوى المعتدل فيها؟ شوف طبعا مرة ثانية بالنسبة للسعرات الناس تركز على هذا الموضوع، هو أمر ما في شك ما نبي نغفله ولا مثلا نقلل من أمره كثير. لكن زي ما قلت لك لما الإنسان أساسا يأكل أكل فيه مغذيات عالية يقل تناوله أساسا للأكل، ولما يأكل سعرات حتى وإن تحكم في السعرات وهذه مغذياتها منخفضة تزيد شهيته للطعام لأكثر من سبب. نجي بس عشان أجابك على سؤالك، لكل مرحلة عمرية ما تحضرني الآن الأرقام لأنه لها جداول، لكل مرحلة عمرية لها عدد من الكالوري لكل كيلوغرام. فزي ما قلت لك أنه مثلا حتجد أنه صحيح مثلا الطفل الصغير يحتاج مثلا ما تحضر الأرقام والله الآن، لكن مثلا نقول مثلا خلينا نقول ما تحضرني مرة ثانية. نفس الشيء بالنسبة للبروتينات، ترى النسبة حقتها تزيد كل ما كان الطفل يكون صغير. النسبة لكل كيلوغرام ممكن تكون كمان حتى مختلفة عن الكبار، لها جداول معين. فالمحافظة على هذه الجداول مهمة، مهمة ما في شك. يعني للي يبغى بالتفصيل يعني ممكن يرجع لهذه الجداول ويطبقها ويستشير مختص، لأنه هي تختلف من سن لسن وما تحضرني لها. من عمره تختلف. أي نعم. وربا هل تختلف على الذكور والإناث في احتياجاتهم؟ نعم نعم في اختلافات، لكن اختلافات مو مرة كبيرة، أكثر في المراحل العمرية لما نتكلم كمقارنة بالأطفال، لأنه حجم الطفل هو صغير غير لما يكون مثلا عمره 13، وما يزال طفل يعتبر اللي عمره 13 سنة. لكن اللي أنا بدي أنوه له أنه لما تأكل هذه السعرات، لأنه خليني أقول لك مثلا، أنت تعرف أنه المريض أو حتى بعض المرضى اللي يجوني عشان مثلا يبغى يخسر وزن، عنده سمنة، لما يحس بإحساس ونوبة من الجوع ممكن أقول له حط كاسة موية 250-300 ملي، دوب فيها نص ملعقة ملح، وعندنا نحن دائما ننصح بأنواع من الملح زي ملح الهملايا اللي لونه ورد زهري هذا لأنه فيه معادن أخرى، يشرب هذا الكاس. إذا حسيت بالجوع استنى 5 دقائق، إذا ذهب الجوع أنت ما كنت محتاج أي شيء غير هذا الملح. معقول يا دكتور؟ نعم. وأنا أقول لك هذه التجربة تكاد تنجح ل70-80% من الناس اللي يجوني، حتى الناس اللي عندهم سكري. طبعا ما أنصح المريض السكري أنه يعني يسوي هذا الشيء من غير ما يتأكد أنه هو عنده هبوط مثلا أو شيء، أو يكون تحت إشراف. لكن الناس العاديين بشكل عام وكل البشر، أنا بشرح لأبنائي في الكلية والطلاب أو طلاب الطب أنه أنت عندنا فقط ندائين طبيعيين لك لكي تضع شيء في فمك، إما إحساس بجوع أو إحساس بعطش. في عندك أي شيء ثاني يقول لك حط شيء في فمك؟ ما في. ياما يقول لك الجسم أنا جوعان، أو يقول لك أنا عطشان حتى تضع شيء في فمك، صح؟ طيب لما يصير أنا عندي اختلال أو نقص في بعض المغذيات ونفرض الملح، نسميه الإلكترولايت ديستيربنس، وهذا أمر يحصل كثير إنه يصير في عندي الإلكترولايت ديستيربنس، يعني عندي انخفاض في معدلات الأملاح. الجسم لو قال لك أنا عطشان هتشرب موية مثلا أو تشرب سوائل، فلو كان الصوديوم اللي هو موجود في الملح انخفض تحط له موية زيادة يقوم إيش يصير؟ انخفض أكثر. لأنه ينخفض تركيزه، مظبوط؟ مظبوط. يقوم إيش يقول لك الجسم؟ جيعان. تروح تأكل وجبة فيها قد إيش سعرات، هو كان يبغى بس الملح، ما يقدر يقول لك أنا أبغى ملح. في شيء وسوسك يقول لك أنا أبغى ملح؟ ما في. عطفا على الكلام في موضوع السعرات، كل ما أنا أكلت غذاء أو طعام خلينا نقول مليء بالمغذيات تقل نوبات الجوع، لأنك أنت بتدين اللي هو يبغاه، فما يديك فولز ألارم اللي حنسميها أو جرس إنذار خاطئ أنه روح كل فتروح تدخل سعرات بينما أنت تحتاج مغذيات معينة. وضحت الفكرة؟ هذا واحد. اثنين، موضوع السكاكر والنشويات بتسبب ارتفاع سريع
في السكر في الدم يواجه ارتفاع سريع في الانسولين، لان السكر يعني ارتفاعه بشكل مستمر سيء على الجسم، عشان كده السكر له اثار سلبيه. فلما ناكل اشياء من هذه الوجبات السريعه اللي فيها سكاكر ونشويات عاليه يرتفع بسرعه السكر، يقوم يواكبك ارتفاعك كثير في الانسولين يخفضه مره ثانيه، فانت تفضل طول الوقت ما بين احساس بارتفاع في السكر بعدين انخفاض في السكر. انخفاض في السكر هذا مؤشر غير جيد، يشعرك بالجوع تقوم تروح تاكل مره ثانيه. فاذا في نقص في المغذيات يشعرك بالجوع كثير لما ناكل اكل غير صحي، لانه في نقص مغذيات وهذا يشعرك بالجوع. وموضوع نزول السكر بسبب الانسولين لانه هو ارتفع بسرعه يشعرك بالجوع. بينما لما تاكل مثلا شيء مثلا فيه له الياف، نرجع للعصير مثلا، لما تاكل برتقاله، البرتقاله فيها الياف، دخول السكر الموجود في البرتقاله ياخذ وقت على بال ما ايش يهضم ويعصر ويدخل على محله. فتفضل انت تحس بالشبع وهذا السكر يدخل على جسمك شويه شويه، فيحافظ على معدل من السكر معتدل سواء كان برتقال او لو تاكلت مثلا خضروات وبروتينات فدخوله بطيء. يعني اكل البرتقاله افضل واصح من عصرها؟ جدا جدا. يعني الكائنات الحيه شوف لي كم كائن حي يعصر، ما في الا البني ادم هذا اللي يخترع اختراعات ساعات تضره. انت تشرب 6 برتقالات في كاسه وما يزال في مكان لصحن المندي والبسبوسه بعده. يا لطيف كذا ختم السوق كله هذا الدكتور. يعني كل 6 برتقالات، هذه ثقافه يا دكتور فعلا، يعني اكلها اهون من عصرها. اي كل 6 برتقالات وقول لي كم حتاكل انت رز، فطبيعي حيقل عدد السعرات اللي انت حتاكلها من الرز. وضحت؟ لو ما نرجع حتى للسعرات. كل 6 برتقالات كم حتاكل رز؟ ما حي يكاد، لو اكلت ملعقتين يكتفي فعلا، في في فيها العافيه بطلت خلاص. بينما تشرب عصير برتقال، طبعا يجي احد يقول لك والله لا، المكونات الغذائيه الموجوده من فيتامينات في العصير لا صارت كميه عاليه. اوكي صحيح، يمكن زاد شويه الفيتامين سي في الكميه حق الستة، بس ضرر كميه السكر اللي جايه معاه اعلى. وانت ممكن تاخذ فيتامين سي بالمناسبه، لو عنده يعني مثلا من الاشياء اللي انصح فيها الوالدين، على قد ما يكون صحن الطفل او صحننا ملون بالوان اكثر، على قد ما يكون المغذيات اكثر. يعني حتى صحن السلطه على قد ما يكون في الوان حيكون مغذيات اكثر. اللي جاب السيره هذه انه فيتامين سي مثلا مش موجود فقط في البرتقال، انت تعرف انه الكزبره والبقدونس اذا موجوده خصوصا في البيت وتحشت كذا على طول، الفيتامين سي جدا عرضه انه هو يتلف، عشان كذا سبحان الله لما يحفظ داخل البرتقال وما في زي حفظ الله عز وجل في القشر، فيفضل فيه يعني بكميات مفيده للجسم وفريش عشان القشره هذه. لكن انت عارف انه البقدونس والكزبره اذا كانت مزروعه عندك في البيت وحشيتها حفنا كذا اكثر من البرتقال فيتامين سي. هذه معلومه جديده. اي فبالتالي انا ما دخلت فيتامين سي وسكر عالي واخذته من البقدونس. صراحة كلامك جميل دكتور وممتع ورائع، والمشاهد وأنه استفاد فائدة كبيرة في هذا الجانب الذي يعني يعود عليه بالفائدة على صحته وصحة أبنائه. احنا باسم فريق البرنامج دكتور نشكر لك تلبية دعوة برنامجنا، طبعا الوقت أدركنا وكان سريع ومضى من متعة الحديث، وأسأل الله أن ينفع بما طرحت. شكرا لك دكتور. الله يبارك في عمرك. شكرا لكم. شكرا لكم. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم لنا في هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا بكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين في كل حين نستودعكم الله في أمان الله. كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.